لو سمحت يا طارق، ياسين متعقب. ليه؟ انت عملت ايه؟ اتشيت في المدرسه؟ اه صحيح، عملت ايه في الحفله؟ ما قلتليش. حفله؟ عيل عنده 10 سنين يضحك عليك؟ انا قايله لك ان في حفله؟ انا مش قايله لك تلبسه اليونيفورم بتاع المدرسه؟ اه يا حبيبتي، ما انا قلت يمكن اتلخبطتي مثلا ولا حاجه بتحصل يعني. لا ما اتلخبطتش. وبعدين بالنسبه بقى لسنشيط المربى اللي ملغوصه الشنطه، حد يرمي سنشيط المربى جوه الشنطه؟ اصل الباص كان جاي وما كناش شايلين البوكس، مش كده يا ياسو؟ ما انا عشان كده قلت تعملوا سنشيط جبنه، عشان انا عارفه المربى ولغوصه المربى. تمام. حرام عليك يا طارق بجد. انا قايله لك تعمل ايه بالظبط وكل حاجه مكانها فين، وتعمل ايه بالتفصيل الممل. ارجع بقى الاقي الحمام الارض كلها مبلوله ميه، المطبخ يضرب يقلب، الولد واخد معاه التاب المدرسه ورايح بلبس مخالف وعنده استدعى كده. ياسين ينفع تكذب على بابا؟ ينفع تكذب على بابا؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ عايز انا اعمل له ايه؟ اعلى له المشنقه يعني؟ عمر خد اخوك ادخل الاوضه. بس انا لسه ما خلصتش اكل. عمر فين؟ هنزهق على بعض قدام العيال ولا ايه؟ بالذمه مش مكسوف من نفسك؟ عيل ما طلعش من البيضه يضحك عليك؟ والله مش ذنبي، انت ابن الكذاب. ابني دلوقتي بقى ابني انا. مش انت اللي طول النهار تقولي ان تربيه العيال مسؤوليتك؟ ما تدخلش يا طارق عشان انت بتدلع مش بتربي. ادي التربيه يا ستي. لا وانت صادق، ابنك عارف كويس قوي ان انت هتعمله اللي هو عايزه، عشان كده استغل ده. خلاص يا نور، انا فاشل. والامتحان لما تقولي ده ما نجحتش فيه. المره الجايه بقى حضري انت الحاجه لو خايفه قوي على الواد.